السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد، معكم ليلى. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم انتم بكل خير وباحسن صحة وعافية. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم لاباد فيتي بدون مجهود، بلا ما تدخلوا الثلاجة، وباسرع طريقة وباسرع وقت ممكن تحضروا فيها. فهانتوما كيف كتشوفوا كتجينا مرقة وناجحة 100%، وكتجي ناجحه بزاف بزاف، وكذلك سهله باش اننا نحضروها في المنزل، وكذلك بنفس الطريقه للمبتدئات، فما صعيبش عليهم باش انهم يوجدوها في المنزل. فكنتمنى لك انتم اول مره كتشاهدوا القناه وكذلك كتشاهدوا هذا الفيديو، تنقول لكم مرحبا بكم. اشتركوا بالقناه بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو، وبتفعيل الجرس لتكون جنب كلمه الاشتراك باش دائما توصلوا بجديد الفيديوهات. بسم الله على بركه الله، نبداو بالمكونات والطريقه في نفس الوقت. تابعوا معايا الفيديو للاخير وفرجه ممتعه. اذا بالنسبه لهاد لاباد فيتي، غادي نعطيكم الاساس ديال العجين اللي ممكن تستخدمه دائما، سواء في لاباد فيتي المالحه او لاباد فيتي الحلوه، يعني بحشوات مالحين وبحشوات حلوين. فبالنسبه للاساس ديال العجين، نزولو الزيت، نخليو الدقيق والملحه والماء. اذا عندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات مغربل من قبل، 250 غرام ديال الماء، ما يعادل كاس الا ربع ديال العنبه، لكن من الافضل انه تعبروه، يعني يكون عندنا الميزان في الدار ونعبرو به. فعندي هنا 250 غرام ديال الماء، وعندي 5 غرام ديال الملحه، تقريبا كتجي واحد نص معلقه صغيره ديال الملحه. هذا هو الاساس العجين ديال لاباط فيتي. اما داكشي اللي كنضيفو عليها من بعد فكتبقى حاجه يعني اختياريه، ممكن نضيفوها ممكن ما نضيفوهاش. فبالنسبه لهذا العجين غادي نضيف ليه انايا 50 غرام ديال الزيت. اوكي، غنوريكم كذلك طريقه واحده اخرى كيفاش تعرفوا الاحتياج ديالكم للزبده لهاد لاباط هادي. يعني مثلا استخدمنا عجين، ممكن ما نستخدموش 500 غرام ديال الدقيق، ممكن نستخدموه 700 غرام. غنزيدو كميه ديال الماء وغنزيدو كميه ديال الزيت مثلا، باش غنعرفوا شحال غيخصنا لهاد لاباط ديال الزبده، شحال خصنا فيها هاد الغرام. فإلى جمعنا 500 غرام على 250 غرام على 50 غرام، غادي يجينا المجموع ديالها 800 غرام. الملحه ما كنحسبوهاش، ماشي شي حاجه، فغتجينا المجموع ديال هاد المكونات بثلاثه بهم 800 غرام. كنجمعوا داك 800 غرام وكنقسموها على جوج كتولي 400، فهداك هو العبار اللي غادي نحتاجو للزبده. فهي عندي هنايا 400 غرام ديال الزبده اللي غادي نستعملو. ضاعفنا الكميه، كيف قلت لكم كنجمعوا المكونات العبار ديالهم وكنقسموا على جوج، هذاك الشيء هو اللي تيخرج لينا في العبار ديال الزبده. اوكي، هذه ثاني حاجه. ثالث حاجه هو الزبده. بالنسبه للزبده فغادي نخدم بالمارغرين، ممكن تستخدموا الزبده ديال سبيسيال او الزبده ديال الاكل بنفس الطريقه، غادي تستخدموا كذلك 400 غرام. لكن بالنسبه للزبده ديال الاكل، فكل مره في كل توريقه ديال العجين كيخصنا ندخلوا العجينه ترتاح في الثلاجه لمده ديال نصف ساعه، لانه الزبده ديال الاكل فان فوا كتقيس الايد ديالنا او كتكون في حراره المطبخ كتذوب بسرعه، فملي كتذوب كيخصنا ندخلوها مره اخرى للثلاجه باش انه هذيك الزبده كتعاود تقساح مره اخرى وكنعاودو نخدمو بها مره اخرى. بالنسبه للمارغرين ما كتذوب ما حتى شي حاجه، فهذا هو السر اللي غادي نحضروا به هاد لاباط فيتي، بانه ما غاديش نحتاجو وقت كثير في التحضير ديالها. وبالنسبه للاغوم اللي غادي نزيد معاهم هو لاغوم ديال الزبده، يعني بلا ما نستعمل الزبده سبيسيال غنزيد فقط لاغوم ديال الزبده، وهكذا كتجينا المذاق على انه استعملنا الزبده سبيسيال. اذا هادو هما المكونات، وغندوزو للطريقه. اذا غنزيد الملحه وغنزيد الزيت وغنخدمهم مع بعضياتهم، يعني بحال اننا كنخدمو صابلي، يعني غادي نبسبسو الخليط مع بعض. انا غنستعمل العجانه باش ندير هاد العمليه هادو، لان عندي مشكل في الاسبوع ديالي. لكن بالنسبه لانكم تبسبسوا الخليط، من الاحسن انه تبسبسوا بالايد ديالكم، يعني تحكوه ما بين الكف ديال الايد حتى كينتج منينا هذاك الزيت مع الدقيق.
غنزيد لاغوم ديال الزبده، وكذلك غنزيد واحد شويه ديال الفاني. دابا غادي نبدا نضيف الماء ونخلط. بالنسبه للدور ديال الزيت، علاش زدته انايا في الباط؟ لانه كيعطي اكثر واحد اللمعان، وكذلك واحد القرمشه اللي كتجي في هاد لاباط فيتي. غنضيف دابا الكميه تاع الماء، الماء بارد، غنخلي واحد شويش، يعني فقط الا كان الدقيق كيتشرب بسرعه فما غاديش نحتاجوه كامل، ما كانش كيتشرب بسرعه غادي نحتاجوا الكميه كامله تاع الماء. انا ضفت الكميه كلها اللي عندي ديال الماء، غادي نخليها تعجن مزيان مزيان مزيان. ولا كنتو غادي تعجنوها باليد ديالكم ضروري ما تدلكوها حتى تولوا تسمعوا الطرطقه تاع العجين. ده من بعد ما كان نعجنوا العجينه مزيان، كنرشوا الدقيق فوق واحد الصحن وكذلك فوق العجين، وكنحاولوا اننا نقرصوها مزيان، لانه ضروري ما نقرصوها قبل ما تدخل ترتاح في الثلاجه. غادي نخليوها ترتاح المده ديال الاقل واحد 20 دقيقه، وعاد ندوزو باش نخدموها. من طبيعه الحال نغطيوها بالبلاستيك الغذائي. في هذه الاثناء ندوزو باش نحضروا الزبده، كذلك غادي نشكلوها على شكل مربع باش كتسهل علينا في الخدمه. فغادي ناخذ واحد الورق ديال ورق غذائي وغنلويه على هذا الشكل. نخليه فقط واحد شويه ديال الاتساع باش انه الزبده تطلق فيه، ونقلبو على الجهه الاخرى ونبداو نضربو في الزبده، نعطيوها واحد شويه ديال العصا حتى تشكل لينا على شكل مربع. صافي، هكذا كتشكل عندنا الزبده على شكل مربع باش كتسهل علينا في الخدمه ملي كنبغيو نخدموها في العجين. غنخلي على جنب حتى ترتاح ليا العجينه، كيف قلت لكم على الاقل واحد 20 دقيقه، ونعاودو نطلقو ان شاء الله باش نشكلوها مع بعض. دا من بعد ما كترتاح لينا العجين غادي ندوزو باش نبداو ان شاء الله نطلقوها. فهنا كندير هنا لافاغين من التحت، ضروري ما يكون عندنا لافاغين لانه باش ما تلصقش لينا العجينه، ونغبرو كذلك من الفوق. وغادي نبداو نطلقو العجين ديالنا. هانتوما ملي كتكون مخدومه مزيان راه كتسهل بزاف في الطليق وما كتعذبناش. فوالا، غنوريكم طريقه اللي هي ساهله بزاف ونخدمها قدامكم، يعني ما نقطعش لا فيديو باش تشوفوا بانه راه ما كترتاح، ما كندخلوها للثلاجه ما حتى شي حاجه. فوالا، غادي ناخذ الزبده ونوضعها في الوسط على هذا الشكل، ونسد عليها. نجيب هاد الجهه من هنا وهاد الجهه من هنا. فوالا، نزول الفائض ديال الدقيق ونسد عليها كذلك من هاد الجهه، كانه كان بحال كنسدو شي كتاب. فوالا، غنقلبو العجين بحال هاد الشكل هكا، غنضربوها واحد شويه باش كتسهل علينا في التليق ديالها مع داك الزبده. فوالا، حتى كنكملوا التليق ديالها كامل. ودائما نستعنيو بالدقيق باش ما كتلصقش لينا العجين من التحت. فوالا، نعطيوها شويه تاع العرض وغنبداو نجمعوا العجين. غنجمعوا من التحت على الشكل،
ونجيبو هذا اللي لقدام نوضعوه من الفوق بحال هكذا. اذا هذه هي الجهه اللي كتكون عندنا مسوديه، يعني بحال قلتو هي اللي كنقفلو بها العجين، دائما كتكون على الجهه اليمنى. يعني ملي كنسدو العجينه غنعاودو ندورو هذه الجهه بحال هكا، يعني هذه اليد اليمين تكون فيها هذه السده هذه. اوكي نعاود، هذه دابا كتسمى التوغ الاول، يلا يعني درنا لها التور الاول. غنعاود نرش الدقيق، حنا الغرض ديالنا هو انه يكون عندنا 6 ديال لي توغ، فغادي نوضع غندير 3 ديال لي توغ سامبل و 2 توغ دوبل. فغنعاود نطلق العجين بنفس الطريقه حتى نطلقها كامل. ها انتما كيف كتشوفوا، فهذا هو الفرق ما بين الزبده سبيسيال والزبده مارغرين. علاش الزبده سبيسيال؟ كون كنا كنخدموا بها دابا غادي تلقاوها انه خرجات من الجوانب الا ما دخلناهاش ترتاح من طبيعه الحال في الثلاجه وكتذوب. لانه علاش الزبده سبيسيال الا بغيتو تخدموا بها خصنا نخدموا بها في مكان اللي كيكون بارد، يعني هاد البلاصه اللي عندنا هنايا كيخصها تكون وكانه ثلاجه عكس الزبده المارغرين. اوكي اذا من بعد ما كنتهيو المره الثانيه كنعاودو نجمعو بنفس الطريقه، كنجيبو النصف ديال العجين في هاد الجهه والنصف اللي قبلته كنعاودو نطويوه للمرة الثانية عليه بهاد الطريقة. دائما الجهة اللي كتكون مسودية كنقلبوها على اليمين ديالنا. غنعاود بنفس الطريقة المرة الثالثة اللي هو التوغ العادي. ثم غنعاودو للمره الاخيره التوغ العادي، فغادي نطويو كيف قلت لكم دائما النصف من هذه الجهه والنصف الاخر غادي نعاودو نطويوه عليه. فوالا نقادوهم فوالا، ودابا غنديزو باش نديرو جوج ديال لي توغ اللي كيكونوا دوبل. غادي نعاود ندور لاباط في تاع الجهه اليمنى ديالنا ونعاود نطلقها مرة أخرى. إذا من بعد ما كنطلق العجين المرة الأخرى غادي نوريكم شنو هو الدوبل تور، هو أنه كنطوي واحد شوية من هاد الجهة. أوكي ثم غنجيب هاد الجهة اللي من هنا وغنطويها على هاد الشكل، نحاولو أننا نسوديو العجين مع بعض بحال هكذا، يعني نحاولو اننا نلصقو العجين مع بعض. فهنا طوينا واحد شويه والجهه الاخرى كذلك ثنيتها على هنايا باش لصقتو مع بعض. غناخد هاد الجهه ونعاود نثنيها على الجهه اللي من هنايا على هاد الشكل هذا. اذا هذا هو الدوبل توغ. اوكي غنعاود نفس طريقة مرة أخرى باش يوليو عندنا 6 ديال لي توغ. فغادي نعاود نقلب العجين من هاد الجهة ونعاود نطلقها للمرة الأخيرة. هانتوما كتشوفو راها ديجا بدات كيدار ليها الفيتاج. فعندنا هادي هي المرة الأخيرة اللي غادي نطلقو فيها العجين. اذا من بعد ما كنتهي من طلق ديال العجين غادي نعاود نفس الطريقه، غادي نتني واحد الكميه قليله من هاد الجهه. اوكي وغنجيب الجهه المقابله غنتنيها حتى العجين هنايا ونسودي الاطراف مع بعضهم على هذا الشكل. ثم غناخذ هاد الجهه هذه وغنتنيها كامله
حتى توصل للأخير. وهكذا كتكون عندنا العجين المورق جاهزة وصالحة للاستعمال. غادي نخليها أنايا في الثلاجة حتى نجي نستعملها. غنوريكم كيفاش كتجي مرقه من الوسط. غنقطعها لكم ورق. ها انتما كيف كتشوفوا، كتشوفوا الفيتاج ديالها هما. انا صيبت الضو باش يبان لكم اكثر. هانتوما الجهة الأخرى كذلك، هانتوما كيف كتشوفوا النسبة ديال الفيتاج تاعها. هادوما الخطوطة ديال الفيتاج هما كيبانو. وهكذا كتجينا العجين المورق ناجحة وسريعة التحضير بلا ما نخليوها ترتاح في الثلاجة. فكنتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال الاستحسان ديالكم وعجبكم. فلا عجباتكم الوصفة ديال اليوم، فما تبخلوش عليا بلي لايك وتبارطاجي ما بين الأهل والأصدقاء ديالكم لكي تعم الفائدة، وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي. وكنتمنى لك انت مازال ما اشتركتش في القناة تشتركوا بالضغط على زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وبتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بجديد الفيديوهات. شكرا بزاف على المتابعة ديالكم. إلى وصفة قادمة وفيديو قادم بإذن الله.